يطلق. إذن إخواني المتتبعين، سلام الله عليكم، تحية بعوت قناة شوف تيفي، وهذه المرة من قدام البرلمان المغرب. لا حادثة وسط الأوساط وحتى في المواقع والعالم الأزرق إلا عن ما بات يسمى بفضيحة الولوج إلى قطاع المحاماة. هنا كنشوفوا مجموعة ديال الشباب اللي رأت اليوم أنها باش تجي قدام البرلمان المغربي وبغى توصل واحد الرسالة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنتم جيتوا هنا اليوم باش أنكم ديروا وقفة احتجاجية، شنو هي الرسالة ديالكم وشنو بغيت تقولوا أنت على المباشر؟ أنا يا على المباشر اللي تنبغي نقول، أنا ما غاديش نبغي ندير واحد الخطاب اللي ديماغوجي وهذا، غادي نمشي لمسائل تقنية في الامتحان. أولا السيد الوزير البارح تيقول بأن 800 هي اللي نجحت من 66,000، واش السيد الوزير ما تسألش لماذا؟ رسم 800 راه هي 1% فاصله 2 الى غير ذلك، لان هذا يعني كيعني كي وهذا راه بشهاده الخبراء اللي في مواد القانون، تيقول لك بان خاصه الاختبار الكتابي ديال العشيه يصعب كثيرا ان الانسان يجاوب عليه، خاصك تكون مرس 10 سنين على الاقل باش تقدر تجاوب على لي بياج اللي كاينين فيه والدقه القانونيه اللي كاينه في الاسئله. هذا من جهه. من جهه ثانيه واحد الموديل حنا كان عندنا مبرمج في الشفوي اللي هو القانون المنظم لهناك المحاماه بعضه. هذا القانون المنظم حنا قريناه مش ما قريناش، ولكن ما تعمقناش فيه، ما درسناش، ما شفناش الهياكل كيفاش كتهيكل. كان فيها 20 سؤال، يعني حنا تمتحنا 60 سؤال من اصل 80، ها هي 20 نقطه مشات. زائد سيستم كنديان حنا اولا ما قريناش به، ما كنعتمدوش في المغرب، يعني ما قريناش به، ومع ذلك قبلناه لان جميع المباريات كتمشي به، قبلنا الى غير ذلك. السيستم الكنديان شنو تيقول؟ تيقول لك ان الجواب الصحيح عليه 2 ديال النقاط والجواب الخطا عليه ناقص 1. هما في البرامج اللي تم اعتماده في التنقيط عندك 1 عندك ناقص 1، يعني الا جاوبتي على هذيك 60 وعندك فيها 20 خطا مشالك، ما غاديش تنجح. يعني هذا هو اقصائي من الاول. زائد ان الظروف اللي تم فيها الامتحان، اولا حنا كان عندنا استدعاء ان الامتحان سوف ينطلق على الساعه 9 صباحا، انا بعدا في القاعه اللي كنت فيها 10 و4 تفرقوا الوريقات، يعني كاينه تما واحد الساعه و4، وهذا امتحان وطني ويمكن هنا في هذا المركز ولا الى اخره، انا ما ندخلش في التفاصيل. حنا هذا الشيء علاش كنطالبوا بالتحقيق. شاركتي في هذا الامتحان؟ كنشاركت فيه، وراه هذا الشيء راه تنقولوا لك بحكم المشاركه ديالي. يعني المتتبع الكريم كنشوفوا مشاركه كتقول هذه الرساله وكنتمناو فتح تحقيق، علاش لا؟ لان مهنه المحاماه مهنه مقدسه بيني وبينكم. نشوفوا طالب اخر تيستنكر بطريقته ومره اخرى عاد في يعني في مشكله من دكاكين سياسيه سواء في الحكومه والمعارضه، لذلك نود اليوم من خلال هذه الوقفه ان نصل الى ان نوصل رساله واضحه المعالم الى صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله للتدخل بشكل عاجل ومستعجل لانصاف ابناء الشعب. لماذا؟ الاسباب والاعتبارات التاليه التي ساجرد. اولا امتحان المحاماه تم يعني الاعلان عنه، واقول امتحان لا مباراه، لان امتحان لا تكون فيه عدد المناصب محدده، يكفي المترشح ان يبلغ عدد معين من النقاط لكي يكون في عدد ناجحين، لا تحدد فيه عدد المناصب. وهنا ارد على السيد وزير العدل في الخرجه الغير محسوبه اللي خرج بها الامس، قال انا لي ضغوطات وحددت العدد، فامتحان المحاماه لا تحدد فيه العدد. والشاهد في هذا القول هو الماده السادسه من القرار الخاص باعلان امتحان المحاماه الذي نص على انه يعتبر ناجحا في المرحله الكتابيه كل من بلغ 80 من اصل 160، ويعتبر ناجحا بعد المرحله الشفويه كل من بلغ عدد النقاط 120 نقطه. لذلك السيد وزير العدل خرق مقتضيات القانون. فيما بعد صدرت مجموعه من البلاغات ومن جمعيه هيئه المحامين بالمغرب التي ضغطت، وهنا احيل على ان هناك لوبي يضغط على وزاره العدل، والسند في ذلك ان السيد وزير العدل بالامس بعظمه لسانه اقر بان هناك من يضغط عليه. بالتالي لكم ان تتخيلوا يا معشر المغاربه ان وزاره بجلاله قدرها هناك من يضغط عليها، وهذا تصريح خطير لانه يمس في سياده الدوله، لان هيبه الدوله بان الوزاره هناك من يضغط عليها وبان الوزير تمارس عليه ضغوطات. فالسؤال، نريد السيد الوزير ان يخرج ويكشف اللثام على هذا الواقع المالي الذي هو متواطئ فيه.
امتحان مرة في ظروف كارثية يطبعها الغش ثم الغش ثم الغش ثم الغش وتسريبات في الواتساب وما إلى غير ذلك، ولم يحركوا أي ساكن. بعد ذلك لكي تكلل هذه الامتحانات الكارثية بلوائح فاسدة، يعني كريهة برائحة الفساد، مليئة بالتواطؤ والتكالب على أبناء الشعب وعلى أبناء الفقراء. هذه اللائحة ملي كنشوفوا كنلقاو أنها كاينة 37 عائلة، كل عائلة دايزين منها جوج ثلاثة، وحتى في الرقم الترتيبي أنهم متواليين، فيما يفيد هذاك الرقم الترتيبي هو رقم استحقاق ديالهم شحال جابوا. ما يمكنش هاد العائلات كلهم جايبين بحال بحال، هذا كيحيلنا على أن الوراق ديالهم تخدموا في دقة وحدة. هذا هو التبرير، وأتحدى وزير العدل أن يخرج بغير ذلك. السيد وزير العدل أمس يقول في تصريح، وهو تصريح غير محسوب ويمس في الهيبة ديال الدولة المغربية، كيقول أنا علاش غنفتح تحقيق؟ ياك سمعتوها؟ أنا علاش غنفتح تحقيق؟ واش كان شي جريمة؟ السيد وزير العدل يكفيك أن تطلع على مقتضيات القانون 33/17 وعلى الفصل 1 و107 من الدستور. نعيش في دستور 2011 اللي هو مفخرة لنا استقلال السلطات، ولم يعد لك من موطئ قدم في أي صلاحية لإجراء أي تحقيق. أنت ما عندك حتى شي صلاحية في المسطرة الجنائية من غير لجنة العفو. أي أمر تحقيق يا إما كيرجع القاضي التحقيق يا إما رئاسة النيابة العامة، لأن كاين القانون 33/17 في مادته الأولى نقل جميع اختصاصات السيد وزير العدل متعلقة بالدعوة العمومية إلى السيد رئيس النيابة العامة والوكيل العام الملك لدى محكمة النقد. لذلك رسالة واضحة، نريد اليوم إنصافنا، نريد جلالة الملك، لأن كنثقوا غير في جلالة الملك، هذا الشعب المغربي يثق فقط في جلالة الملك، ما كنثقوا في حتى شي واحد. فالأمل اللي عندنا، وأنا لا أعتقد أننا سنخيب، أن جلالة الملك يتدخل وينصف هذه المهنة ويشرف هذه المهنة مرة أخرى كما شرفها بارتدائه البدلة، وهي رسالة رمزية على أنها مهنة الدفاع، وأن الملك جلالة الملك هو أولى بالدفاع عن الحقوق والحريات. جلالة الملك اليوم حقوقنا تهدم وتغتصب. جلالة الملك أنت كأب ديال جميع المغاربة، وشفنا كيفاش فرحتي مع اللاعبين ديال المنتخب الوطني اللي شرفوا المغرب، وكيفاش تفاعلتي وخرجتي للشارع، وهذا الشيء اللي نابع من الغيرة والحب الوطن الوطنية ديالكم، اللي كانت عبر مجموعة من المحطات التاريخية، ثورة الملك والشعب، المسيرة الخضراء وما إلى غير ذلك، أنه كنتمناو مرة أخرى تدخل، لأن احنا اللي كنثقوا فيك، أنت هو الراس الكبير اللي كنثقوا فيك. إعفاء وزير العدل، المحاسبة ديال وزير العدل، تطبيق مقتضي الفصل 94، المسؤولية الجنائية، لأن هذه الامتحانات تقر بجريمة التزوير، وقد شاهد الوزير بعظمة لساني على، كان قال لكم أنا كنت دوزت غير 500 من ولاد المحامين، فهمتي راه كاين 2000 ما شفتوش الاخرين، يعني هذا راه اقرار صحيح، والاقرار سيد الادله، اعتراف سيد الادله الناحيه القانونيه. السيد شنو هي المطالب ديالكم؟ المطالب ديالنا راه كيف كنقول؟ المطالب ديالنا هو جلاله الملك يتدخل، الغاء امتحانات، محاسبه وزير العدل، محاسبه القانونيه والجنائيه، ثم ايضا ان يتم محاسبة كل متواطئين في هذه الجريمة الشنعاء اللي مست السيادة ديال المغرب وبالشعب وبالاستقرار. راه شوف راه انتم كصحافة راكم متتبعين المسار التاريخي من 2011، راه الثورة التونسية بدأت بفتات، راه حنا كشباب نحترق، أعمار ديالنا فاق 30، هناك سياسة تضييقية على الشباب، ما بقى عندنا ما نديرو في هذه البلاد، يا إما غنتوجهوا لقوارب الموت، يا إما غنمشيو نلتجئوا للانتحار، يا إما غنبقاو هنا حتى غنموتوا. التعقيب ديالكم على الخرجه الاعلاميه ديال السي وهبي البارح للقنوات الاعلاميه. السيد وزير العدل ابان صراحه على انه ليس برجل سياسه، انه عنده عقد نفسيه اولا، لان السيد وزير العدل هذيك السلطه اللي كيعاني منها كيبين بانه مازال معجبا بعبد الاله بن كيران وبعض القيادات اليساريه من بوعبيد، وكيبغي يقلدهم، يعتقد ان تلك الخرجات وان ذلك الاستفزاز هما ما يطفي على القيادي السياسي نوعا من القوه وما الى غير ذلك، وهذه الامور يعني لا اساس لها من الصحه. القائد السياسي هو الذي يزن كلامه جيدا. انت ملي كدوي مع المغاربه ولدي راه كضرب في المنظومه ديال التعليم، راه حنا في الكليات الاساتذه الجامعيين اللي كنحترمهم
راه افنوا اعمارهم في تعليم هاد ابناء الشاب. اللي كتجي كتقول ولدي عنده في مونتريال وانا اتحدى الابن ديالو يكون ضابط المسطره الجنائيه والمسطره المدنيه وقانون التزامات العقود كما ابناء الشاب. الا قرا في مونتريال اش قرا؟ اش قرا؟ واش حنا ما عندناش تعليم في المغرب؟ اشنو كنمشيو نديرو؟ علاش والدينا مسخسخين معنا؟ بالتالي وزير العدل غير خطوه غير محسوبه، لانه يقر بان اللي عنده فلوس هو اللي كيقرا مزيان. هذه المساله انا نقدر نتقبلها من مواطن عادي، ولكن نتقبلها من وزير امر غير مقبول. قلتوا في التصريح ديالكم على ان الامتحانات شبه صحيح واحد الغش، يعني كيفاش جينا يا جزية؟ الغش هو مثبوت اولا من ناحيه وسائل الاثبات في الماده الجنائيه، كاينه شهاده شهود، كاين مجموعه من الطلبه اللي مستعدين يقدموا شي شهادات ديالهم امام النيابه العامه على اساس انه كانت حالة غش. ثانيا المجموعات ديال الواتساب اللي كانت كتنشر وكتسرب باقا تسريبات الى يومنا هذا، فاعتقد انه هذا اللي ادله واضحه. نعم صافي يعني واضحه. المهم هذا هو خلاصه القول باش ما نطولش. فشكرا لكم كصحافه اللي جيتوا نقلتوا النبض ديال الشارع. ولكن اسمع لي استاذ، اسمع لي علاش الاحتجاج وقع دابا وما وقعش قبل ما تعلنت الاحتجاج؟ لان كان خصنا. لا ماشي لان استاذ، كمل كمل ونجاوب. الا كان عندك انت الجواب جاوب. واخا جاوب انت الجواب. اولا خصنا السبب. السبب هو انت ما نجحتيش والاخرين ما نجحوش. مزيان هذا السؤال. نجحتي انت توقف؟ لا ما غنوقفش. ما غتوقف؟ لا كون نجحت انا راه ما غنوقفش. ايوا باين تحقيق مصلحه ذاتيه. طبيعه الحال او حقيقة مصلحه ذاتيه. انا انسان براغ. نعم 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 هي ولكن مشروعه. انا ماشي انا ماشي استاذي. واش انت شكون انت؟ شكون انت؟ انا قول لي انت شكون الشخصيه شكون؟ ودابا انت كتحشيش. شكون انت؟ انت انا راه مش جوزف عارف حالك. انت كتحشيش استاذ. ايوا دير التصريح. انت انا معاك مواجهه. انا عطيت التصريح. انت كتحتج على انك انت ما تزيتش. الاختي غتهضر على الطلبه ما تقولش قبيله مباراه. حنا كنطالبوا بامتحان. الامتحان عندك الماستر باغي مباراه. مزيان مزيان استاذ. مزيان استاذ. مزيان استاذ. شوف كنتمنى تكمل من الشجاعه ديالك شويه وتجي تقول حدايا باش نشرح. قلت لك اللي خاصو يتقال. يلا اسمع. انت كطالب مباراه. لا هذا السيد عنده الماستر وكيطالب بمباراه ديالو. خويا استاذ استاذي استاذ الاخ ديالي الاخ 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 شوف الاخ الاخ ما تخافش واجهش. اسمع اولا مررتي مجموعه من المغالطات واعتقد لكان عندك هذا المستوى ديال التحليل ومشيتي درتي في الامتحان راه ما غتنجحش، لان الطالب ديال القانون اللبيب بالاشاره يفهم. لا اخي هو ما احترمنيش. اسمع المهم كمل صراحه كمل صراحه. ثانيا كيقول لك ما أعرف انا مصالح ذاتيه مصالح ذاتيه مصالح ذاتيه. الاخوان الاخوان انا بالفعل اليوم انا المنطلق انا واضح ما كنمارسش. انا ماشي رجل سياسه، انا ماشي قائد ولا مناضل. انا كون كنت من الناجحين ما كانش غادي ندوي. لان علاش؟ لان اللي حاسب المزود غنخبط به. كون ما تخبطش راه ما غندويش. واضح. واش غنبدا نقول لكم انا قيادي؟ انا ماشي انا ما عنديش شي حقيبه سياسيه. انا قلت انه التعود باي صيغه كانت سواء امتحان او مباراه. وانا كنقول امتحان تبقى امتحان السي باش نفند الاهضره كيقول تبقى امتحان. شوف باش نخرجوا من داك خويا. ولكن لا اسمح لي تبقى امتحان ولكن غير تكون نزاهه. في نهايه المطاف تكون امتحان. راه ها هي امتحان داز دابا. اشنو صورنا؟ صورنا شنو صورنا؟ ها هي امتحان. راه العبره ليست بالتسميات. وبالعكس انا كنطالبوا باش تبقى امتحان. ومره اخرى راه كندوي على المصالح ديالنا كنا، ولكن في نهايه المطاف انا راه عبد ربي كندوي على مصلحتي. ماشي انا بن كيران، ماشي وهبي اللي غندوي على الشعب وعندي حقيقه بغيت الناس يصوتوا عليا باش نبين لهم انا الانسان النبيل. ما ماشي هو هذا الانسان. فهاد المزايدات وهاد الاستفزازات اللي كتكون هنا راه كنعرفوهم. فلذلك انتم كصحافه شكرا لكم و الله يجزيكم بخير. شكرا. اذا اخواني هذه هي الاجواء هنا امام البرلمان المغربي. كاين استنكار وكاين اللي تيقول لك ان خص تعاود هاد المباريات، فيما ان كل تيقول لكم مهنه المحاماه مهنه المتاعب خصها تبقى مقدسه وتحترم فيها كاع لي نورم ديال ان الواحد يلج لهذا المنصب، فيما ان مجموعه ديال الطلبه تيقول لك لا، ناس اللي عندهم اهل القرار وناس مسؤولين وحتى في وزاره ديال العدل وناس اللي عندها علاقه حتى مع المحاماه الاغلبيه ديال عائلتهم هما اللي تفاجئنا بهم
في اللائحه ديال الناجحين، فيما ان التصريح ديال السيد وزير العدل البارح ان دار واحد الضجه كبيره، وخاصه حيت قال لهم ولدي مشى جاب جوج ديال الاجازات ربما هكا قال، وقال بان حيت باه لاباس عليه الشيء اللي اعتبروه مجموعه ديال ولاد الشعب بانه حقره لولاد الشعب، في حين تيقول لك لولا ابناء الفقراء لضاع العلم. نستمروا نشوفوا هذا الحوار اللي داير قدام البرلمان المغربي. هو هذاك السيد هو اللي عقد اللي نجيو عنده، فهمتي؟ ماشي اجي نشوف 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 الرساله اللي بغيت هذا اخواني نشوفوا هذا الرساله اللي بغيت. هذا ان دل على شيء فانه يدل على ان انا ما نتكلمش. قول اجي الحاج سلم عليكم. انا ما نتكلمش. مرحبا مرحبا تكلم. شكون انت الحاج؟ شكون انت؟ انا دابا صحفي جيت بغيت باش نوصل الرساله ديالك للمغاربه. لا شكون انت؟ انا صحفي جيت باش نوصل الرساله ديالك اللي بغيتي تقول. شوف تيفي فاش جينا قوم الصحافيين كاع باش نشوفوا ما نتكلمش. ايوا قول لي شنو الرساله اللي بغيت تقول؟ شنو الرساله اللي بغيت تقول؟ قلتي لي بغيتي تهضر، شنو الرسالة اللي بغيتي تقول؟ أنا بعد الطلبة تنسقسيهم غير تعرف الجريمة والله ما تيعرفوها. كيفاش؟ تتلقاه طالب وقاري كيفاش؟ كيفاش؟ تتلقاه طالب وما عرفش حتى والله ما عرف حتى تقول تعرف الجريمة. إيوا وشنو اللي بغيتي تقول والخطأ منين؟ كنقولوا تعريف الجريمة، الجريمة هي كل فعل أو امتناع نص المشرع عليه وعلى عقوبته طبقا للمبدأ العام، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. أنا باقي نتحافظ ملي كنت باقي صغير. فاش كنتي خدام أنت؟ فاش كنتي خدام؟ أنا درت المدرسة الإدارية ودرت الكلية الحقوق. هنا كلشي كيرسم وفي الآخر هذا مشيت للهواية ديالي للإداعة وتماك شطيت راسي في الفرن. اخبارك بأن كاين شي مشكل في شي كونكور المحامين ولا هكا في خبارك؟ لا هذاك السيد المحامين راه ولاو أكثر من الحزام الله يهديك يخلي يديك الحزام البارك. أنت دايز في المحكمة وتدير لك والو داك غير يقبط فيك يقول لك واه راه ستعاد لا والو والو. الحاج حتى هو كان تعبدوا بيا وعمر بوخدا يا مشهد محامي يا كفا. مرحبا الحاج. الحاج قال لك خص هذا الشيء تكون عنده هيبه، قال لك تتلقى طالب. اذا بدايه الوقفه غادي نشوفوا الوقفه. شوفوا الوقفه. كل واحد فينا كيمثل المدينة، كل واحد فينا جا من الرحم ديال المعاناة. كل واحد فينا جا من الرحم ديال المعاناة، وأنا قررت نيابة على الطلبة ديال القانون ديال المغرب باش نتكلم نيابة عليهم وباش نوصل واحد الصورة اللي حتى واحد ما عارف الحقيقة ديالها، هو أن الطلبة ديال القانون طلبة عندهم الكفاءة، طلبة كيسهروا ليل ونهار كيقراو وكيجتهدوا وحصلوا على شواهد مغربية نفتخروا بها، وما يمكنش شي واحد يقارن شهادة ديال المملكة المغربية
مع شهاده ديال اي دوله، وعليه غادي نلقي عليكم الخطاب اللي كيحمل في المضمون ديالو رساله ديال هاد الطلبه اللي واقفين، واللي اليوم ماشي الغرض ديالهم لا الصداع ولا الهرج، الغرض ديالهم هو الحوار هو التفاوض، لاننا حنا اليوم كنتقنوا لغه ديال القانون، ما كنتقنوش اللغه ديال الشارع او اللغه الزنقاويه بمفهومها الخاص. اليوم الحمد لله والصلاه والسلام على مولانا رسول الله اله وصحبه. ايها الطالب العزيز، ايتها الطالبه العزيزه، سياده البرلمان وسيدي الوزير، طبقا للعهد الجديد والدستور الجديد وفي اطار استكمال بناء دوله الحق والمؤسسات الديمقراطيه وترسيخ مبادئ واليات الحكامه الجيده وتوفير المواطنه الكريمه والعداله الاجتماعيه التي طالما كرسها جلاله الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي بمناسبه دستور 2011. وفاؤنا لجلاله الملك وللمملكه المغربيه وفاء لا رجعه فيه، وفي اطار الحريه والكرامه وتكافؤ الفرص والعداله الاجتماعيه التي نادى بها الدستور، فاننا اليوم نوجه خطابنا الى البرلمان الذي يعتبر سلطة تشريعية للبلاد ووزارة العدل في شخص ممثلها القانوني السيد عبد اللطيف وهبي، حيث يحز في النفس وقوفنا اليوم كمحتجين عوض كناجحين بسبب الإقصاء الطبقي الاجتماعي الذي مورث في حقنا كمحامون الغد، حيث لا يجوز التمييز بين مختلف طبقات المجتمع الذي تجمعه الوحدة المغربية، حب الله وحب الوطن وحب الملك، وأن الإقصاء الذي مورث في حقنا هو إقصاء مبني على مجموعة من الاختلالات، أهمها وأولها الإقصاء الذي مورث في حقنا هو إقصاء اجتماعي مادي مرهون على قرارات فردية وتابع لجهات معينة دون استحقاق أو معيار عادل وديمقراطي. منذ اعتلاء السيد الوزير هذا المنصب وهو يتلاعب في إعلان عن هذا الامتحان، هل هو امتحان أم هل هو مباراة؟ وقد استهدف بالخصوص شريحة إجازة، وأيضا أخاف سلك الماستر، وأيضا أقصى سلك الدكتوراه بسبب عامل السن وبسبب العجز المادي، وهم يشكلون شريحة واسعة. قرارات الوزير بين الامتحان طارة وبين المباراة طارة، وتناقضات في أقواله من حيث الشكل ومن حيث الموضوع هي تسقط ببطلان تام، لأن من تناقضت أقواله كما نقول نحن رجال ونساء القانون، من تناقضت أقواله سقطت دعواه. نعم، المفاجأة التي تعرض لها الطالب أثناء الامتحان، أولا نظام تصحيح بناقص واحد لا يسلكه سوى الشخص الذي يحمل عقلا إلكترونيا وليس عقلا بشري، ولهذا بعض الصفحات ناقشت مسألة التسريبات، وهنا بدأت الشكوك تذهب إلى معنى آخر، ونحن كطلبة لا نريد أن نتهم أو نشير بأصابعنا لأي أحد، لأننا اليوم نقف من أجل إثارة مطالبنا وهي حق مشروع. من حيث التوقيت كان الاتفاق على أن هذا الامتحان سيبدأ في الساعة 8، تفاجئنا أنه نعم قد
التوتر يؤدي الى بعض المسائل، ولكن هما غيوصلوا الرساله ديالنا باعتبارهم سلطه رابعه. المهم بدات الامور اننا اجتزنا الامتحان على الساعه 11 ونحن نجهل السبب ديال هذا الامر. المساله الثانيه هو الاسئله التي تم الاتفاق عليها او المواضيع هي بمثابه قانون، والتي تم ادراجها في الجدول الموجود على صفحه وزاره العدل. لم نجدها امامنا في الامتحان، بل وجدنا اسئله الكترونيه قاسيه تتطلب جهاز الكتروني للاجابه، لذلك تم اقصاء فئه وضمنت فئه مرورها ونصفق لها. ثم من حيث الموضوع كما قلنا ادراج المواضيع لا صله لها بما اعتاده الطالب في الامتحانات. اما في الشق المتعلق بسكوت الطالب المغربي عن هذه الاختلالات طيلة هذه الفترة، لأن كان الخوف يخالجنا كطبقة فقيرة، يخالجنا الخوف من مصيرنا مستقبلنا وأن ندرج في قائمة سوداء، وهذا الخوف ينتابنا دائما. وإلى اليوم وإلى الساعة التي أتكلم فيها اليوم أمامكم، أما رغم كل هذه العراقيل واستطعنا وبحول الله الإجابة، ورغم ذلك تم إقصاؤنا بناء على معايير اعتمدها الوزير وبعض الجهات، حيث طالبت بعض الصفحات بإجراء تحقيق، ونحن كطلبة القانون جوابنا أن التحقيق يجب أن تحركه النيابة العامة إذن تكوني هكا دايرة. هنا سنشوفوا وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي لمجموعة ديال الطلبة. هنا كنشوفوا شعارات اللي فيها نتائج مشبوهة المتبارين كرف كنرفضوها، فيما أن اقترح البعض أنه كتب نطالب النيابة العامة بفتح تحقيق حول امتحانات ولوج مهنة المحاماة. شاب آخر كتب انصفنا يا صاحب الجلالة نحن أبناؤك، فيما أن البعض كتب نطالب بإلغاء المباراة، فيما أن البعض اختار باش يهز الدستور المغربي. شباب جلس انتي هضر، غادي نحاولوا اننا نجاوب وعاود نناقشوا معاهم بكل جرأة ونشوفوا علاش هاد الرسالة بغيتها توصل علاش لا. شنو سي؟ السلام عليكم. السلام. انت طالب الاخوة اللي انت طالب واقف شاركت انت في المباراة؟ شاركت في المباراة في مدينة سطات، رغم انني كنسكن في الدار البيضاء، ولا شفتي اللوائح فكتلقى. غادي نمشيو، كي كانت الاجواء في المباراة؟ شوف الاجواء ديال المباراة، اولا كانوا موظفين ديال وزاره العدل اللي كيراقبوا، غياب المحامين في ديك الاشكال كانوا مقاطعين المراقبه ديال الامتحان، هذا الاول ما كانوش كاع. ثانيا الا جيت نتكلم على الاجواء، فالاجواء تختلف من 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 قسم لقسم، يعني كاين قسم اللي كانت الحراسه مشدده، كاين اللي مخففه، وهذا الشيء هذه تفاصيل يعني الا جينا حسيتوا بها قبل من النتائج. شوف ثانيا التوزيع ديال الاوراق كان في واحد الوقت اللي مختلف، مثلا مدينه فرقوا فيها الاوراق مع التسعود، مدينه مع العشره لاروب، مدينه مع ال11، فحال حنا في سطات ما توصلنا بالامتحان حتى ال11 لاروب، يعني فارق ديال واحد الساعه وكثر على باقي المدن. هذه الاولى. الثانيه انا بغيت غير جوابا على السؤال ديال السيد الوزير، واش ما كتيقوش في لاماشين اللي صحات؟ ايه قال لك واش انا واش ما كتيق؟ انا كنتيق في لاماشين ولكن ما كنتيقش فيه، لان لاماشين ربما نسولو واش لاماشين تحتاج شهر من اجل تصحيح 70,000 ورقه؟ هذا سؤال، يعني واش المده الكافيه لاماشين شحال كان خص؟ انا نثق في لاماشين الا تم الاعلان عن النتائج مورا المباراه ولا مورا الامتحان في ثلاثه ايام ولا اربعه ايام ولا اسبوع، ولكن شهر كيخلق علامه استفهام زائد. ماشي حنا اللي كنتسائلوا، المجتمع والراي العام كامل شم واحد الرائحه ديال اللائحات ديال الناجحين كريهه فيها شبهه. حنا ما كنطعنوش في ديك الكفاءه ديال دوك الناس ولا هادي، حنا كنطالبوا بفتح تحقيق على ديك الاسماء
المتقاربه والمتشابهه واش عندهم علاقه مع بعضياتهم، زائد اننا كنعرفوا من العرف ديال الامتحان قراو وما حيتباهم لاباس عليهم وقراوهم مزيان واخا جاوا. شوف شوف الحمد لله، شوف الحمد لله، الا قرا هو في مونتريال حنا قرينا جامعه تريال، الا قرا ولده هو في جامعه مونتريال حنا كنفتخروا اننا قرينا في المغرب في جامعه تريال، هذا كنفتخروا به وكيجتاز معنا امتحان فيه، وكنظن واقيلا كندا ما كيقراوش القاعده الدينيه، يعني الا جينا ندويو على القوانين ديال تما حنا عندنا القواعد فيها قاعده الاخلاق قاعده دينيه، الغرب ما كيقراوش قاعده دينيه وهذا معروف، يعني واش قرا نفس التكوين ديالو نفس التكوين ديالنا وكيسمح لينا. زائد نقطه اللي مهمه هو ملي كيكون موضوع ديال التحرير كيكون طالب مخير يا اما يحرر باللغه العربيه او الفرنسيه، ولكن ملي كيكون كوسيم وكتشوف ان 90% خدات كوسيم بالعربيه و 3% خدات بالفرنسيه، واش ما كتظنش ان هذاك التمييز ما بين صحاب يعني نفس الكوسيم، وكتشوف النتائج 3% اللي نجحات، هذا كيطرح علامه استفهام ملي كتقول باللي مونتريال وكتقارنها بالجامعه المغربيه، انت ضربتي في وزاره انت في الحكومه ديالها اللي هي وزاره التعليم، العدد اللي نجح كيطرح علامه استفهام واش في التكوين ديالنا ولا في النموذج ديال الامتحان ديالكم، فين كاين الاشكال؟ ثانيا اليوم هاد الناس كاملين اللي واقفين كيطالبوا بحاجه واحده هو فتح تحقيق في تلك النتائج، وزائد حاجه اخرى ان لا ماشين ما تستغرق الشهر باش تصحح امتحان، هذا سؤال. لا ماشين العاده ماشي، شوف حنا اليوم كنطرحوا غير تساؤلات، كما هو سولنا واش ما كنتيقوش في لا ماشين، كنقول ان لا ماشين ما تحتاجش شهر باش تصحح 70000 ورقه، حتى حنا يجاوبنا على هذا الشيء، يعني دوك الوراق ملي خرجوا من لا ماشين فين مشاو من بعد؟ وما يمكنش ان الطلبه كاملين ديال المغرب تم الاهانه ديالهم والتحقير ديالهم بداك الاسلوب الاستفزازي اللي عادي ان امتحان عادي توفق فيه ولا ما توفقش فيه، هذه كيامنوا بها الطلبه، ولكن بديك الطريقه وبديك اللائحه وبديك التصريحات فكنظن ان الطالب المغربي راه ماشي حيد قصير، ان تخرج تقارنوا جوج اجازات وهادي وكلام يستفز البعيد ماشي القريب، فهذه ماشي تصريح ديال سؤال ديال شخص مسؤول كيمثل اسمى وزاره اللي هي العدل، والعدل هو اساس الدوله واساس المجتمع، فاسمح لي هذيك التصريحات لا تمثل ذلك المستوى، وشكرا. استاذ الرساله شكرا خويا، الله يوفقك. الله يوفقك. الله يوفقكم. اذا اخي المتتبع الكريم، نشوف اخي المتتبع الكريم، مازال كنتواجدوا قدام البرلمان المغربي كما كنعرفوا بان كاين جدل حول امتحانات الولوج الى المحاماه، الكل تيقول بان مهنه المتاعب مهنه الضمير مهنه الشرفاء، تيقول لك من العيب والعار اننا نلقاو بعض الاسماء اللي عندها علاقه في بعض المسؤولين او لا بعض السياسيين او لا شي وحدين في اصحاب القرار في هذه المهنه، الشيء اللي خلى مجموعه من رواد الفيسبوك وبعض والاخوه الزملاء الصحفيين كيحلوا هذا الشق. خرج السيد الوزير في واحد الخرجه اعلاميه امس بكل عفويه اللي بيني وبينكم الشيء اللي اجج الوضع، قال لك اسيدي علاش السيد الوزير ان يخرج بديك الطريقه اللي استفزنا، حيت حنا ولاد واحد الطبقه اللي الدخل ديالها محدود. نخليو لكم انتم الكلمه وغادي نستمروا في هذه التغطيه اخواني، هذا تقرير بالصوت والصوره حول الواقع، وهذه هي المنادات والمطالب ديال هاد الطلبه، نحاولوا نردوا الكاميرا ليه ونشوفوا هذه الوقفه اللي فيها العنصر النسوي حتى هو مشارك بكثافه. تفضل. إذا إخواني هذه هي الوقفة، وقفة احتجاجية قدام البرلمان المغربي اللي فيه مجموعة ديال الأطر إخواني اللي جاوا باش أن يقول لك حنا شاركنا في واحد الامتحان ديال مهنة المتاعب، مهنة شريفة، ولكن للأسف الشديد أن تصدمنا بواقع مور. السلام عليكم أستاذي. سلام أستاذي بخير، صحة لاباس؟ أنا يا أستاذي
السلام عليكم. نشوفوا الشعار اللي راك هز استاذ. هذا المشارك اختار باش انه يكتب اولادكم نجحتوهم اولاد الشعب شرطتوهم. وهز الكسوه ديال صاحب الجلاله بكل فخر هو لابس مهنه المتاعب، مهنه المحاماه، مهنه الشرف اللي ما بغيناش انها تطيح هاد لا فالور ديالها. فلنا الشرف ان صاحب الجلاله لبس هاد البدله بكل فخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عييت في الصداع ولا بالغوات ولا مريض ولا شو؟ عييت ومريض قريت ولادي المدرسة العمومية الشريفة ماشي في مونريال، قررت ولادي كموظف في وزارة التربية الوطنية، موظف عادي بسيط، وفي آخر المطاف هاد الحيف اللي طماص على ولادنا، والسيد الوزير تقول انا مرفح، انا لاباس عليا، انا قريت ولدي في مونريال، انا عندي جوج ديال ولدي عنده جوج ديال الاجازات، ما عرفتش انا واش مونريال تتقرر القانون المغربي ولا الجامعه ديال محمد الخامس. دابا انت ولدك شارك ولا شكون اللي شارك؟ ولدي دوز الامتحان، ولدي من الضحايا، هؤلاء الشباب جيت اليوم باش نعزر ولدي. عشت 70 عام الله يخلف. سمعتي التصريح ديال الوزير البارح؟ طبيعة الحال انا متبع الاقوال ديال السيد الوزير ومتبع كل شيء. انت كأب وحسيتي بولدك بان الامل ديالو يدخل للمحاماه، ولكن شنو هي التعقيب ديالك حول التصريح ديال الوزير وهبي البارح؟ التعقيب ديال السيد الوزير، الكلام ديال السيد الوزير كلام غير مسؤول، كلام مرتجل. احنا بغينا نعرفوا هاد الاسباب اللي جعلت هاد اولا النتيجه اللي فيها غير ولاد النقباء ولاد المحامين ولاد الوزراء ولاد، ثم إذا كانت الجامعة المغربية غير مؤهلة باش تكون لنا هاد الشباب نسدوها ونقريو ولادنا في موريا ولا في كندا ولا في باريس ونتناو. كيفاش انك حسيتي انت باش حسيتي حيت وان معي الوزير قال لك ولدي فعلي الله ومشي تقريتو برا من حقي ونجح وجا ودوز ونجح. هو كمواطن من حقه الى داز بالنزهه وداز بدراعه ما عندنا ما نقولوا مغربي، ما ننساش من المواطنه كما هو ولده مغربي انا ولدي مغربي، ولكن تكون نزهه هادشي تنطلبوا غير بالنزهه وتنطلبوا بإلغاء هاد المباراة وتنطلبوا من جلالة الملك نصر الله أنه يتدخل في هاد المزالة هادي. صراحة مابقات عندنا الثقة حتى شي حاجة، عندنا الثقة في السدة العالية بالله، عندنا الثقة في جلالة الملك هو اللي غيرفع الحيف على هؤلاء الشباب اللي تنشوفهم الآن. ولدي ولا تفكر الآن يحرق ولدك؟ ولدي ولا تيفكر كيفاش يفكر؟ يحرق ولا تيفكر يغادر برا ولا تيفكر يشوف شي شارفه فرنسيه ولا اجنبيه يتزوج بها وتدير برا، ما بقاش يفكر يخدم ولاده بلاده الوطن ديالو فين نشا فين كبر فين عنده حقوق. نتمنى توصل الرسالة ديالك، نتمنى ومن الله توصل الرسالة ديالك راك على المباشر، وغنحاولوا حتى هذا النداء ديالك نحاولوا نديروه حتى في المونتاج بصفة رسمية باش يوصل. وبالمناسبة تنشكر الصحافة وتنشكر سميتو شوف تي في، المنبر ديال شوف تي في، شوف تي في على مواكبة هذا التظاهر هذه. حنا
جينا سلميين، ما عندنا خلفية سياسية، ما عندنا انتماء، ما عندنا ضد شي واحد. حنا كلنا مغاربة وتحترموا المغاربة ونؤمنوا بالدستور المغربي، ولكني تنبغوا الشفافية والعدل. شنو المدينة من أش جيت؟ من مدينة القنيطرة. جيتي من القنيطرة أنت ولدك باش أنك تساند ولدك وتآزرو في هذا؟ ماشي تساند ولدي، لأنه ولدي ممكن يكون ولدي ماشي في المستوى، ولكن تنساند هؤلاء الشباب، هؤلاء كلهم ولادي، كلهم ولادي. ممكن يكون ولدي ماشي في المستوى، ولكن هؤلاء الشباب شو الدم ديالهم؟ نتمنى توصل الرسالة ديالك. الله يشافيك، الله يشافيك إن شاء الله. شكرا أخي. إذن إخواني، هذه هي الأجواء قدام البرلمان المغرب. هذا الرجل مسكين تيقول لك ولدي من بعد ما أنه كان دري زوين وتيقرأ ومؤدب، ما عمرني ما نويت باش أنه ولدي يفكر باش أنه يمشي ولي حرق. واش ولدي بغيتو قريتو بتمر الكحلة وأنا مواطن عادي حتى كبرتو، وفي الأخر ولا تيقول لي غادي نمشي نقلب على شي شارفة قاورية. هكا قالها بكل عفوية. قال هذاك الأب، قالك ما بغيتش ولدي أنه يمشي يشد الباطرة، بغيت سيدنا أنه يتدخل، وبغيت أن تدخل لجن اللي تحاول أنها تفك هذا اللغز، لغز محير لمهنة المتاعب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام خويا، بخير الحمد لله. أنت طالب شاركتي في المباراة؟ إيه. فاش من بلاد شاركتي أنت؟ مدينة 16. فين؟ 16. مدينة 16. الأشياء اللي عينتي أنت كطالب كانت بنت لك خروقات في أثناء اجتياز المباراة؟ أثناء المباراة أنا كنهضر ما بعد المباراة. أثناء المباراة لا يهمني الأمر، غنقول لك علاش. أنا كطالب بعد خروج التوصيف ديال المباراة مشيت كنقرا، ما شغليش فشنو كان كيوقع أثناء المباراة. أنا ما شغليش، أنا فاش دخلت سميتو المركز الامتحان اللي دوزت فيه حطيت عينيا في الورقة، ما كنتش كنشوف هنا أشنو كيوقع، وكنشوف هنا اش كيوقع، ينقل هذاك ولا ما ينقلش هذاك، ولا يسجل هذاك خروقات. انا ما شغليش، انا اللي كيهمني هو انني خدمت في الامتحان، قريت توصيف، فبعد اجراء بعد عمليه التصحيح والاعلان على النتائج كنت فاجئ بانني تقصيت طريقه ممنهجه، لانني انا فاش كنحط التصحيح ديال الامتحان قدامي، وهاد التصحيح هذا لان الامتحان اصلا فيه تدليس، كاينين شي اسئله ما عندهمش الجواب، كاينين اسئله اللي طرحوا في مباراه الاهليه لمزاوله المهنه المحاماه، والله واخا تفيق الفقهاء اللي حطوا قانون الالتزامات سنه 2012 الى جاوبوا عليه. هذا ان دل على شيء فانه يدل على ان امتحان الاهليه لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022 كان على واحد المقاس ديال فلان وديال علان، وماشي على المقاس ديال 69 ألف طالب مجاز اللي دوزوا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وكانوا باغين ينخرطوا في مهنة المحاماة اللي هي من حقهم. انا كنقول لك اسمح لي، انا كنقول لك اليوم من لهنا نناشد صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله بالتدخل العاجل من اجل وضع حل لهذه الخروقات التي كانت بالجمله واصبح يعرفها الداني والقاسي. استاذي الوزير تيقول لك بان الكمبيوتر هو اللي صلح، قال لك انا بعيد، قال لك الكمبيوتر هو اللي سقط اللي سقط ونجح اللي نجح. جوابا على هذا التصريح ديال الكمبيوتر هو اللي نجح اللي نجح وسقط اللي سقط، وكنعاود نقولها اللي نجح اللي نجح، هذاك اللي نجح انا ما كنعتبروش ناجح. الا كنتي انت استاذ كتعتبره ناجح، انا لا اعتبره ناجح. انا كنقول لك اش قال الوزير، انا كنعتبره منجح، وانا كنعتبر راسي مرصب. الآلة متفقة معاك إيه، ولكن واش حنا الآلة كنا معاها
واش الامتحان فاش مشى 26 يوم من تاريخ الاجراء ديال الامتحان الى غايه الاعلان عن النتائج النهائيه ديال الناس اللي نجحوا. واش حنا كنا مع هاد الاله؟ واو استاذ راه 67000 شخص اللي دوزات ونسبه النجاح في اهليه المحاماه لسنه 2022 وراها يلا كانت وبنسبه 2.5 عباد الله 2.5 عباد الله. فلهذا نطالب التدخل العاجل من اجل ايجاد حل للطلبه المعطلين المجازين بالحقوق في المغرب اللي هما بالالاف الذين هما بالالاف. وكيجي عطيف وهبي البارح وكيقول لك انا لا ادير اي اعتبار واحد الشخص جالس في القهوه وكيهضر. الا سي وهبي هذاك الشخص راه ما هضر حتى وصلت ليه العدم حتى عانى من الحقره ومن الظلم حتى سهر الليل والنهار. انا 365 عام ديال 365 يوم من التحضير الجيد. واش انا ماكش كنقرا في كليه الحقوق؟ واش انا باش نتقصى بطريقه ممنهجه؟ واش انا كليه الحقوق صغير كندوز من حداها؟ انت قلت لي بان الامتحان قاصح، ربما الامتحان ما كانش قاصح، الا كان قاصح كان قاصح على شي واحد اخر. الامتحان هما اللي قصحوه. الامتحان كانوا اسئله هما بغاو يحطوها بحال هكاك ما عندهاش الجواب. غادي نجيب هذا الاستاذ غادي يعطيني جواب. وغادي نمشي عند استاذ اخر وغادي يعطيني جواب اخر باش يتسنانا في الدوره ويدير لينا حقه. تعالى واعطينا سيدي انت اعطينا التصحيح ديالك اعطينا نموذج من حقنا من حقنا تعطينا التصحيح ديال الوزاره التصحيح الرسمي اعطينا التصحيح الرسمي ديال الوزاره باش حتى هو نحطوه ونقارنوه مع دوك الاساتذه الاجلاء اللي صحوا الامتحان. وعلاش انا ملي كان نحط صحيح ديال الاساتذه اللي حطوا الامتحان قبل الاعلان عن النتائج كنلقاه كيتوافق مع الاجوبه ديالي؟ وفاش كتجي نتايا وكتقول لي الاله هي اللي كتصحح ورا الامتحان حطيتي على المقاس ديالك انت ولا ديال الاله ولا ديال فلان ولا ديال علان. شكرا استاذي حاول على راسك تبارك الله عليك نتمنى لك التوفيق. اذا اخواني هذه هي الاجواء هنايا قدام البرلمان المغربي. زميل عندك قدام البرلمان المغربي كنتواجدوا اخواني امام انزال امني للقوات العموميه من رجال الامن الوطني ورجال القوات المساعده، فيما ان كاين بعض الاجهزه اللي راه متبعه عن كتب ما يحدث هنا وما هي المطالب ديال هاد الطلبه اللي تيقول لك باننا نشكك في الطريقة اللي مرت بها امتحانات الكفاءات ديال مهنة المتاعب، مهنة المحاماة، فيما أن واحد الأب اللي كما قلنا بقى تيبكي بالدموع هنا قدام هذه الحلقة، وتيقول لك بأن جيت من القنيطرة ما بغيتش ولدي لأن سمعته قال لي بابا عييت من القراية وليكونكور ما جابش الله، ومازال ولد خالت مول الكيطون والعلاقات، فانطلاقا، السلام عليكم أستاذي، صباح. مرحبا مرحبا خويا. اذا اخواني عوده مره اخرى للموضوع، هذه رساله ديال مجموعه ديال الشباب، ولكن عرفتي اش قالوا من مر الخرجه الاعلاميه ديال الوزير البارح؟ حنا اولاد الفقراء. نمشيو نقربوا نشوفوا الشعارات ديالهم ربما نعمل القلب. نمشيو علي الصوت 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 علي الصوت
هكذا اختار هؤلاء الطلبة. أنصفنا يا صاحب الجلالة، نحن أبناؤك. فيما أن هناك شعارات أخرى كتقول نتائج مشبوعة، المتبارين كي ما عرف محسوبية شي حاجة، نتائج مشبوعة، المتبارين أهي رفضونها، رفضوها مجموعة المنابر الإعلامية اللي جات باش أنها تغطي هذا الحدث. رسالة من قدام البرلمان المغربي. إذا إخواني هذه الأجواء. وقرا تتعيا، وقرا تتعيا، وقرا تتعيا، ولدو يشري له الأهلية ولا بحال هكذا. شنو ميكرو؟ إذا غادي نستمروا نشوفوا عاوتاني رسائل من الطلبة. السلام عليكم. السلام عليكم. أستاذي أنت مشارك في شاركتي في الامتحان. نعم. في الامتحان. شمن مدينة؟ مدينة خريبدو، ولكن دوز الامتحان في كازا. في كازا. أش من وقت اللي عطاوكم الأوراق الامتحانات؟ تقريبا حتى لديك 11 هكاك 11 و20. حيت وصلتوا انتوما بالاستدعاء، فوقاش كان مقرر الامتحان؟ مع 9 ديال الصباح. من 9 حتى ل 11 اش كنتو كديروا؟ حاول نعيشوا معكم هذيك. كنا جلسنا في الكليه كننتظروا لهنا يجيبوا الاوراق لهنا، على من بعد دارت واحد النقاشات على اساس ان الامتحان تسرب ما كذا، داك الشيء علاش خلى ان الامتحان يتاخر. هذا هو دارت هضره بان الامتحان تسرب؟ كانت نعم كانت دارت على اساس ان الامتحان تسرب ما عرفتش فين، وقالوا بان راه بناء على هذا التسريب غادي نوخروا التوقيت ديال الامتحان. كيفاش كانت الاجواء اثناء اجتياز الامتحان بكل صدق؟ اجواء عاديه جدا، ولكن كان يغلب عليها طابع الغش. كانت نعم يغلب عليها طابع الغش، فهمتي؟ فهمتي بعلانيه، يعني ما كاينش الغش. الغش هو غنقولوا غادي تخزن، هذا راه بالعلالي والخيل الشالي ما كان. بغيتي يوري يوري جبد جبد التليفون وجبد كذا، كان الغش. كان الغش نعم كان الغش. تصريح ديال الوزير ديال البارح سمعتيه؟ تصريح مستفز ويحرض الى مجموعه من الاشياء. الحاجه الاولى كيحرض على الغش، شنو هي؟ فاش غادي نقول لك ان عندك 19 غتدخل تقرا القانون، اشنو معناتها؟ اي ان في البكالوريا خاصني نتقاتل وخاصني نغش وخاصني نضرب مع الاساتذه باش نجيب 19. يعني الى عندك كنشوف انني كنعطيك لا 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 كنعطيك القيمه بناء على نقطه، ما عندكش نقطه اي انك غير كف. وعمر الكفاءه ما تترتبط بنقطه، ومعمر الكفاءه ما كترتبط بشهاده. الكفاءه كاينه في الانسان، الا كان كف قدر ان نهار امتحان يكون السيد مريض يوقع عليه ضغط الى غير ذلك. التصريح الاول انه يحرض قلنا على الغش. التصريح الثاني التحريض الثاني هو التحريض على الفساد. انا فاش كنشوفوا في الكليات دابا يلاه بدات كتنقى من هذاك الفساد ديال الغش وهذا، وكنقول لك انا خاص 19، انني خاصني نمشي ثاني نبدا في هذاك الرد، هذاك الفساد اللي بديت كنصلح فيه باش ناخذ 19 باش ندخل مهنه المحاماه. التحريض الاخر هو ان غادي كنفهم بصفتي ولا بطريقه غير مباشره ان الشتي الشريفي الا قريتي في الكليه المغربيه ما غاتخدمش. الا بغيتي تقرا سير الشريف برا الموريال، وسير لفرنسا، وسير لبلجيكا الا بغيتي تخدم في المغرب. وكيف يعقل انني قريت في الكليه مثلا ديال الحسن الاول في السطات ولا مراكش ولا اكادير ولا الرباط، وتحكيت وزدت من عين البرا والعين المخيط من القانون المغربي، وما غنجحش في امتحان حاطينه في القانون المغربي، وغادي نمشي نقراها في بلاد اخرى وغننجح في القانون المغربي؟ هذا يعقل؟ هذا غير من المعقول. ماشي شي ماده مثلا الماطا ولا بحال هذا قانون. وفاش كندوي على ذاك الامتحان بعدا اللي تحط هو اي اجابه درتي تعتبر صحيحه، لان الغريب في الامر هو استاذ جامعي دوز الامتحان الخاص بالاهليه وما نجحش. استاذ جامعي دوز الامتحان الخاص بالاهليه يجرب راسه ولا السؤدري، وبالتالي ما تنجحش.
يعني غادي هذا الاستاذ الجامعي راه ملي كنقولوا الجنائي راه كيقول ليه طير ولا نطير، ملي كيقول الى غير ذلك وكتصيب كتصيب 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 وما نجحش، اشنو معناتها؟ والحاجه الاخرى هي ان في تصريحه قال لك ان هيئه المحامون بالمغرب مارست عليها ضغط في الامتحان. اولا بعدا حنا فاش كنشوفوا في في, في 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 الشروط كنصيبوا بان هيئه المحامين غادي تجي غيجيب السيد وزير العدل لمهمه بسيطه هي الاشراف، اي ان لها سلطه الاشراف ما عندهاش حق تاخذ القرار، ولكن فاش غنقول انها ضغطات عليا هذا معناه ان جمعيه هيئه المحامون تدخلت في حاجه ما خاصهاش تدخل فيها، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه ملي قال لي انا ان هو قال لك خاصهم ينجحوا 600 ولا 500 معناها ان الهيئه اللي شافت فيه الكفاءه هما 500 ولا 600، ولكن هو من تلقاء نفسه حول ال 2000، اشنو معنيتها؟ معنيتها ان ناس ما خاصهمش ينجحوا ونجحناهم. اذا هنا شكون خاصو يتدخل؟ من الدرجه الاولى خاصها تدخل هيئه المحامين، لان ملي غادي نخدموا مثلا هذا محامي كاع ما كف هذا كان سقط حسب تصريح الوزير ونجح غادي يدخل محامي بحالي بحال، يعني محامي كف وكبير غادي يتساوى في نفس الكفه مع محامي ما كانش نجح ولكن السيد الوزير نجحو. بلاتي الوزير قال لك اسيدي انا ما صلحتش، الكمبيوتر هو اللي صلح وهو اللي نجح، انتوما غير سقطتو ودرتو له العصا في الرويضه. لا هذا مزيان، حنا غادي نكونوا في هذا الطرح وانا احترم رايه واحترم منصبه واحترم السياده، انا ما غاديش نضرب في شخصه ولا في السياده ديالو ولا لان ان جلاله الملك ما كيحطش شي واحد في بلاصه معينه عبثا. يقدر مثلا السيد الوزير هذه الفكره اللي قال غادي ناخذوا بعين الاعتبار، ولكن الشرط الوحيد باش نثيقوا في هذه الفكره هو يتنشر لنا تصحيح رسمي اللي خذاته الوزاره والنقاط ديالنا. ايوا ديك الساعه ملي غنحسب النقطه ديالي والتصحيح وغنلقى راسي جايب قل من 80 غادي نقولوا لي اسمح لينا وحنا مزوقين فيك وكنبوسوا لك راسك على تيساع. ايوا هذه هي الكلمه تنتمناو ان شاء الله هذا مطلب اللي تيقول لك مادام اننا اعتبرتونا اننا سقطنا فما على معي الوزير الا ان يعطي التعليمات ديالو ويديروا الطابلو ويديروا الحيثيات ديال الاجوبه وبالتالي غادي نصفقوا الوزير والكمبيوتر. اخر كلمه كنتمناو السيد الوزير ينعس الشيطان ويهديه سيدي ربي علينا وفهمتي، وكنتمناو الاستجابه لهاد المطالب، ما نبقاوش بحال هكا كنتغاوتو ما نبقاوش نشوهو في ريوسنا، رحنا مراقبين من تساع. والسلام عليكم. شكرا. ايوا بيني وبينكم مازال الاصوات ديال الطلبه وديال النساء مع مجموعه ديال المنابر كلشي تيقول عافاكم عاودوا إعادة النظر في هذا الامتحان، نحاول نردو الزوم مرة أخرى جهة العنصر النسوي اللي مازال تيرد شعارات أمام مسؤولين وأمام وسائل الإعلام، في انتظار إن شاء الله أننا نشوفوا الرد ديال معالي الوزير أو نشوفوا الإجراءات فين غتوصل. تحية لشرفاء مهنة المتاعب المحاماة، ودائما بيني وبينكم بغيتها تبقى شريفة هذه والله العلي العظيم. غادي نحاولوا نشوفوا اخر متتبع اش واقع له دور الزوم نشوفوا الاصوات ديال حقوقنا.
وهبي يا جبان، يا وهبي يا جبان، جبل لا يهان، جميع المغربية لا يهان، يا وهبي يا جبان، يا وهبي يا جبان، جميع المغربية لا تهان، جميع المغربية لا تهان، يا وهبي يا جبان، يا وهبي يا جبان، حقوقي لا يهان، حقوقي لا يهان، يا وهبي يا جبان، والشعب لا يهان، يا وهبي يا جبان، ولد المغرب لا يهان، يا وهبي يا جبان، الحقوق لا يهان، والمجاز لا يهان، والمجاز لا يهان، الحقوق لا يهان. إذا إخواني مازال الشعارات ديال الطلبة هنا أمام البرلمان المغربي كتردد، الحناجر ديال مجموعة ديال الطلبة تيطالبوا بإعادة النظر في الامتحان ديال المحاميين، فيما أن البعض شكك بأن هناك أخي المتتبع شبهات شابت هذا المباراة اللي بيني وبينكم. مهنة المتاعب والله، مهنة المحاماة من العيب والعار أنك تشد محامي بعرك كتافك وتخلصه وفي الأخر تلقاه والو. متفقين معايا فادي ولا لا؟ إذا إخواني غادي نستمروا مع طالب آخر ربما له كلمة. السلام عليكم. السلام عليكم استاذي بخير. الله يحفظك استاذ العقاوي، شكرا على التضامن ديالكم وشكرا على الحضور. الله يحفظك استاذي. انت شاركتي في الموقف المباراه؟ نعم نعم. شنو هي الفروقات اللي شتي اثناء اجتيازكم للمباراه؟ اول خرق كان تاخور ديال الوثائق ديال الاوراق الامتحان. نعم. اول خرق شمن بلاصه انت فين دوزتي؟ دوزت انا في بنسيك. انت في بنسيك؟ دوزت في الجامعه ديال بنسيك. شمن وقت وصلوكم الاوراق؟ الاوراق وصلونا حتى ل 11 لارو. بينما الامتحان كان مبرمجا على الساعه 9 صباحا. سالتوا على داك التاخر؟ ما تسالناش. حنا قلنا ما حيت اولا حيدنا حنا الهواتف ديالنا، ما بقيناش عرفنا الوقت. شويه كتسول الاستاذ شحال الساعه، كيقول لك راه 11 لارو بعد تفرقوا الوراق. هادشي مشى غنعرفوا حنايا في الوقت اللي تزاد من بعد. فهذاك بحد ذاته طرح عده تساؤل هذيك اللحظه ديال تاخر الاوراق. ثانيا من تحطوا الاوراق نتفاجأ باسئله ادرجت في الامتحان، هي كانت مبرمجه تكون في الشفوي، الا وهي القانون 2808، القانون المنظم لمهنة المحاماه. فتفاجئنا انه في القرار ديال وزير العدل مبرمج يكون في الامتحان الشفوي. تفاجئنا انه كاين في الامتحان الكتابي. فهذا وتفاجئنا ثاني بحاجه اخرى، الا وهي ناقص نقطه السؤال الخطا، وخاصك تجيب 80 نقطه، وبالتالي كما كنقولوا بالدارجه المغربيه اللي حرتو الجمل كيدكو. واش دابا نتوما سقطتوا ولا الامتحان قاصحوا سقطتوا عاد تتعقبوا ملي نجحوا هذا؟ لا لا, لا كانوا هناك خروقات، راه ملي خرجنا لقينا الامتحان مسرب. نعم امتحان مسرب، وكاين الناس اللي تجاوب ليهم، شافوا ناس اللي جاوبوا لهم، لقينا الاجوبه من خرجنا لقيناهم في الجروبات، لقيناهم في المواقع التواصل الاجتماعي. لقيتوا الاجوبه في دي جروب ديال الامتحان؟ نعم في دي جروب في وسائل التواصل الاجتماعي لقينا الاجوبه. فبالتالي ثانيا هيئه المحامين بالمغرب، هنا لابد ان نستثني الاطار العتيد هيئه المحامين بالدار البيضاء التي لم تشارك في هذه المهزله. كانوا هيئة المحامين جمعية المحامين بالمغرب مقاطعين الامتحان، فكيفاش انت السي العقاوي انت مقاطع الامتحان ولكن يوم التصحيح فتحضر؟ إذا كانت شي حاجة باش جيتي باش تنازلتي انت على المطالب ديالك وحضرتي إذا بمقابل. إذا كان هناك أشياء في الخفاء نحن لا نعلموها. فبالتالي فالمؤسف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يعمل ليل نهار من اجل هذا الوطن، من اجل ابناء هذا الوطن، ونجد اناس محسوبين على الدوله يخربون ما يقوم به صاحب الجلاله من انجازات داخل هذا الوطن. فبالتالي فما يقع اليوم يعكس صوره سلبيه على هذا الوطن الحبيب.
لا نريد شيئا سوى ان نمثل وطننا، ان نرى وطننا اعلى العليين. لا يمكن. بالتالي هذه الحكومه للاسف وعلى راسهم وزير العدل، فالخارجات الاعلاميه ديالو غير موفقه بتاتا. الوزير البارح قال لكم اسيدي الامتحان انتم سقطوا، وولدو راه قرا برا وراه نجح بجداره، واللي صحح هو الكمبيوتر. هل تشككون في الكمبيوتر؟ العقاوي انا غنجاوبك، غنسولك واحد السؤال، غنجاوبك في سؤال. انت درستي خارج الوطن، دخلتي، واش غتنجح؟ انت قريت القانون الكندي، هل هو القانون المغربي؟ انت قريتي في كندا، كيف يعقل انك تنجح في المغرب؟ كيف غتنجح؟ وانا نتحدى السيد وزير العدل، نتحدى الابن ديالو. نريح انا وياك في الطابله وندوي على المسطره الجنائيه. انا نقدر نديرها معاه. راه الناس رضحت بالغالي والنفيس من اجل الامتحان. احنا في مقابلات سابقه، علاش دوينا دابا في مقابلات سابقه؟ كتقول راه يمكن انا ما خدمتش مزيان، ولكن في هذا الامتحان هذا احنا رضحينا بالغالي والنفيس. فاش كتجي كتلقى راه من العيب والعار كتشوف لاليس ابناء تحطوا صدفه غريبه، تحطوا في بلاصه وحده، نجحوا داك الشيء مسترسل، درسوا خارج ارض الوطن ونجحوا في المغرب. ثانيا سي وزير العدل راه غير موفق بتاتا. انت ضربتي دابا الاساسي دا مساك الجامعيين اللي كيضربوا تماره، كيضربوا العذاب المبين على ديك الرساله باش يوصلوها وباش يكونوا لنا طلبه الغد الذين سيدافعون عن الحق وعن القانون. انت كتقول ان ولها اسماء، لا اسماء، اسماء الملوك صاحب الجلاله والراحل الحسن الثاني، فبالتالي جامعه الحسن الثاني، جامعه محمد الخامس، جامعه الحسن الاول. فانت الجامعات عفوا، انت ضربتي في المصداقيه ديال التعليم، ضربتي في مكرشي الجميل ديال هذوك الاساتذه اللي ضحوا بالغالي والنفيس من اجل هذه الرساله. فبالتالي وزير العدل كنطالبوا من صاحب الجلاله الملك محمد السادس انه يتدخل من اجل هذه المهزله، ومن اجل انقاذ ما يمكن انقاذه، ما يمكن انقاذ ما افسده هذا الوزير. مسؤوليه اكبر منه بكل ما تحمله كلمه معنى. غير موفق في الخارجات الاعلاميه ديالو. انت عندك انت مشكل، الطلبه قالوا لك ودي انت هذا الشيء، هذا الامتحان هذا مشبوه. اش جابك الوالدين كتقول لهم انا عندي الفلوس وقريت ولدي في كندا؟ لكن الاب ديالو اللي بنايه كيخدم في البني وكيحيد من راسه باش يعطي لولده باش يقرا، باش يخلص لي ترونسبور وعده عده عده اشياء. شكرا استاذي، تبارك الله عليك، تحيه لك. اذا اخواني مازال الوقفه الاحتجاجيه قدام البرلمان المغربي من اجل الاستنكار ديال ما بات يعرف باجتياز امتحان المحاماه. نشوفوا الكلمه ورجعوا. الوزير في مقولته الشهيرة في 2023 كما قال الإخوان، ولدي عنده خلص عليه ولهذا نطالب من السيد الوزير أن يخرج باعتذار لمجموعة لهذا نطالب من السيد الوزير أن يخرج باعتذار مسيرين كاملين، المغاربة كاملين الذين حقروا، لأن هذا احتقار للشعب المغربي، الشعب المغربي الفقير. وإذا كان سيدي أنت لاباس عليك وقريتي وليداتك برا، فحنا قرينا المدارس العمومية والجامعات العمومية وخدينا شواهد عليا بما فيها الآن مجموعة من الدكاترة معانا هنا، مجموعة من خريجين شواهد ديال الماستر، ومجموعة من الإخوان اللي عندهم إجازة وخريجين إجازة في هذا العام. لهذا علاش تحبطهم؟ سدوا الجامعات إذا بغيتوا ولادكم يخدموا سدوا الجامعات. نحن دائما معكم في صراع وسننافس أبناءكم. ولهذا وأقولها من هذا المنبر، نحن كطلبة قانونيين نطالب بفتح دعوة عمومية وتحقيق في القضية ونطالب النيابة العامة، وكذلك نطالب من أب، نطالب من أب، نطالب من سيد
من نطالب من جلالة ينصف هذا الشباب وأن يعطي أوامره أمير للمؤمنين قائد الأعلى للمؤمنين. بهذا نطالب بفتح التحقيق في هذا الملف، وإن كان الوزير كما يقول كما قال على لسانه هو قادر أنه ينشر النتائج، وما يصلناش النتائج. اسمع الإخوة، خليكم معنا الإخوة، ما يصلناش النتائج. يصلنا يحسن الأوراق ونحن نطالب ونحن نطالب من هذا المنبر بإعادة تصحيح أو إسقاط الامتحان. إسقاط الامتحان. لا يا أختي الكريمة، خرج لينا السيد الوزير كيقول لنا أنا تمارست عليا ضغوطات باش نشح غير 800 واحد، وأنا نشحت 2000 واحد. شكون أنت اللي غتنشحنا؟ حنا دوزنا امتحان الأهلية لمساومة المحاماة وليست مباراة باش نتوما غتحدوا عدد المناصب. السلام عليكم. ردا على تعقيب السيد وزير العدل بصفته انها يمثل وزاره العدل وتقول بان عندي لجنه مجرفه، اللجنه اللي من تتكون هذه اللجنه فيها لجنه كتكون من النيابه العامه، فيها رؤساء المحاكم، فيها جمعيات المحامون، وفي نفس الوقت يقول لك انا ضغطوا عليا المحامون باش انني نقص قل من التسميه. ولهذا سمت بانك وزير، سمت بانك ان وانت انت اللي تحدد المناصب، انها مهنه حره، مهنه مستقله، وثاني مساله قال لك انا كنخلق 2000 منزل شغل. يا سعاده الوزير ما كتخلقناش 2000 منزل شغل، هذه راه مهنه المحاماه، فيها واجب الانخراط، فيها 100,000 درهم وازيادهم، كاينه فوضى في النقابات، كل وحده شنو دايره؟ دايره 20 ها 15 ها 10، من غير تقول خذ المعطل ديك المبالغ، ما تقولش ان خلقتي لنا 2000 منزل شغل. ثاني مساله عليك ضغوطات باش تقول انا التنميه هي اللي خلقت نجاح المغرب، فلا يعقل 70,000 شهر، كلها كتخرب ما يمكنش مستحيل. اذا النيابه العامه صاحبه الاختصاص ممثله الحق العام هي صاحبه ان تطبيق القانون يقوم بشكل جيد وبسليم، لانها النيابه العامه كتمثل الملك الدعوي، كتمثل في المحاكم، كتمثل الملك وتمثل جلاله الملك، لانها هي صاحبه انها تدخل لمحاسبه هاد المسؤولين ومحاسبتهم ردعا ردعا ان الدستور هي اعلى هذا القانون في البلاد يجب ان يطبق بشكل سليم. يجب ان تدخل السلطه التعنيه بالامر اعلى هيئه قضائيه في البلاد، اعلى هيئه قضائيه اداريه، اذا كان الدستور في فصوله من الاول والى الاخير يجب ان يطبق على جميع المواطنين. نحن ابناء الفقراء، ابناء الفلاحه، ابناء الاصل، كل مهن لها الحق الولوج الى مهنه المحاماه، مهنه مستقله. يجب على كل الابناء الشعب حاملين الاجازات في الحقوق ان يمارسوا هذه المهنه بدون حسب. هذا قصف يوجه كاين عنده اخر عام، كاين عنده اخر سنه يمارس المهنه، وبالتالي كنشوفوا بالاسماء كلها من الاول، الاسماء كلها مشبوهه وعلاقات كنعرفوهم كلها علاقات. المغرب اصبح وتيقول لك بانكم انتم من فيسبوك، غير اللي كاس فيسبوك تيكتبوا، تيكتبوا الناس راه تاع كاطيرا، الناس عندهم محامي البصر، الناس مجازين، كتقول غير اللي كاس فيسبوك تيكتب. سيدي شفت في المحامي اللي كيردوا علينا الاتهامات الخطيره ديالهم، هذاك تينتمي من عند المحاماه تيقول لك يحسن لي الشرف انني كنتمي للمهنه، واللي محامي ما يقولش في الهضره هذه، اللي محامي ما يقولش يحسن الشرف، يحسن لي الشرف انتمي للمهنه، يحسن الشرف بانك تدافع علينا، ولكن باش تضغط علينا وتقول عند كل وزير بانك انت تاخذ التسميه، هذا لا يعقل بتاتا، هذا النظام خارق يجب محاسبته. ما نقولوش حنا ما نقولوش في الدستور حنا عندنا هياكل وعندنا رشوه وعندنا وعندنا وعندنا، حنا خاص خاصنا السلطه تدخل. صامدون 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 من اجل حقنا، صامدون 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 صامدون. تحية نضالية كافة المناضلين المشرفين على حول النضال، ما دعا حق إلا وطالب، والوعي بالحق شاق في طلبه. أنا نوصل واحد الرسالة للوزير، الله ينعل اللي ما يحشم،
راه تسرح ديال الامس هو يعبر عن واقع معاش. باغي تخدم باغي يكون لاباس عليه، باغي تخدم في هذه البلاد عليه خصك تقرا في كندا. بمعنى ان الفقراء، بمعنى ان ما كانش باك لاباس عليه، ما عندكش خدمه في هذه البلاد. والحق راه دستوري. إذا الإخوان الكرام، مازال الوقفة الاحتجاجية لدينا مجموعة ديال الطلبة هنا قدام البرلمان ديال المغرب. هنا كنشوفوا مجموعة ديال الطلبة والطالبات اللي هازين نسخة من الدستور المغربي. الدولة كنهضروا على العدل، وزارة العدل هي العمود الفقري للدولة. هنا كما كنشوفوا هاد الطالب تيقول لك بأن وزارة العدل هي العمود الفقري ديال الدولة. إذا ما خشي تقاس هذا العمود الفقري، وهما مازال تيشككوا في الامتحانات ديال المحامين. بل نطالب بتحقيق العدالة، لا يمكن وزارة العدل. إذا فيما اختارتها أنها واحد الطالبة أنها باش تهز واحد الورقة وغادي تكتب فيها بكل جرأة أوهبي رحنا، فيما أن كل الصور ديال صاحب الجلالة هو لابس البدلة ديال المحاماة. لا ننقص من أحد حتى اللي نجح، لا ننقص من، ولكن كنطلبوا ما هي ضمانات. هنا كنشوفوا طالب آخر تيكتب رسالة إلى جلالة الملك محمد السادس نصر الله من أجل إنصاف المتبارين في مهنة المحاماة بعد ترسيبهم المعتمد المتعمد عفوا. فيما أن وحدة أخرى اختارت باش تكتب مطالب بإلغاء امتحانات المحاماة بعد خرق القرار الوصفي للامتحانات. إذن هذه الأجواء أخي المتتبع الكريم هنا بالعاصمة الرباط أمام البرلمان المغربي. ولكن تنجح زيد 2200 يعبر كان خط صريح ديال الوزير، فهو يمثل الشعب، وان الحمايه اللي خص يحمي كاع كافه ابناء الشعب، وما يهدرش خص يكون نكران ذات، وما يهدرش على ولدو، وما يجبدش اصلا ولدو. مادام جبتي ولدك الا كان كما كنقولوا كاين ان، ما تذكرش ولدك، لانك ملي جيتي تحامي ما تحاميش على ولدك، حامي على ابناء الشعب، لانك انت تمايا راك جيتي منتخب وتمثل الشعب، ومني تهدر تكلم على ابناء الشعب وما تكلمش على الابن ديالك فقط وتبرر. حنا كنتظروا شي بلاغ بيان من الوزاره توضح هذا الشيء، ولكن للاسف كيخرج لينا بالتسريع. مجموعه ديال البلاغات كانت كتصدر في الامتحانات، يعني من يوم اعلان عن الامتحان كانت مجموعه ديال البلاغات كتصدر، ولكن من بعد ما خرجوا الامتحانات ما بقيناش كنشوفوا البلاغات ديال الهيئات والبلاغات ديال الوزارة. بالعكس، ولكن الكلام ديالك راه مسؤول اللي كتكلم على ابناء الشعب وتحمل المسؤوليه ديال التصريح. مادام كتقول ان انا عندي الفلوس وخريت ولدي، واللي ما عندوش الفلوس ما نحبوش يخدم، كتطرحوا مجموعه ديال التساؤلات. ما معناها واجب البلاغ اللي جا المشترك ديال الوزاره كذلك مع الجمعيه، كنتو كتكلموا لنا على الهواجس والاعتبارات. ما هي هذه الهواجس والاعتبارات؟ استوضحوا لنا ما معنى هذه الهواجس، وما هي هذه الاعتبارات اللي اتخذتها الوزاره باش انها تحط اللائحه ديال الناجحين. خصنا نفهموا هذا اللغز، خصنا نفهموا الشكوك اللي كتطرح لنا. عندنا ثقة سيدي في الناس اللي داروا التصريح، عندنا كامل الثقة، ولكن غير أنهم غير منزهين عن المحاسبة. اللي كان قلت راه المسؤولية في المحاسبة فهي مطلوبة. راه هذاك اللي كيكون في القهوة وكتحكرو راه ابن الشعب من حقك تحمي حتى هو، مادام كمواطن حميه، وتحمي هذاك الابن المتشرد، وتحمي هذاك المواطن اللي كيكون في الجبال. علاش؟ هذه مسؤوليتك، ولكن ما تقول لي هذاك اللي في القهوة لا يعنيك، فهو من حقك تحميه. أنه وبالتالي كيطرح واحد المجموعة ديال التساؤلات. كنشوفوا بعض الأسماء كتكرر، بعض التسلسلي ديال
ديال الناجحين كتبين لنا بلي كاينه حاضرين في قاعه وحده. هاد الامتحان خرج مايل من الخدمه كنقولها بالعاميه، خرج مايل من القيمه. فين كتعفر هاد الميول هاد الميول كتعفر؟ انا نهار الامتحان ما دوزناش مع التوقيت اللي دايرين في الاعلان، ما احترموش التوقيت ديال الامتحان. تم يعني تقريبا ساعة زادونا ساعة على وقت الامتحانات، علاش زادونا ديك الساعة؟ وكما هو من زاد عليه ومجموعة من الشكوك كأن النتائج صدمنا لقينا مجموعة ديال بعض الأسماء والترتيب التسلسلي ديالها. يعني هاد الناس كانوا حاضرين في قاعة وحدة ونجحوا، ربما نقولوا متفوقين، نقولوا نعطيو هاد نفتحوا هاد أنهم هاد الناس كيقراو مزيان، ولكن واحد القاعة كاملة حتى واحد ما نجح، واحد القاعة كاملة ينجحوا فيها راه المنطق كيتكلم. واننا كنفهموا راه لسنا باغبياء وما تستغبيوناش، مادام كاين هادشي طالبنا يعني في التحقيق رجعوا حتى الشروط ديال الامتحان اللي تحطوه ديال هاد السيستم الكنديان او السيستم التسليم، خصك تراجع فيه مجموعه ديال الاعتبارات. من بعد ناقص نقطه اللي طارحين اللي راه كانت وراء يعني ديال مجموعه ديال الطلبه اللي ربما ما توفقوش يجيبوا المعدل. كان واحد المساله اخرى إذن أخي المتتبع الكريم، هذه الأجواء أمام البرلمان المغربي مباشرة بعد امتحان ولوج مهنة المحاماة. هنا كنشوفوا مجموعة ديال الطلبة، طلبة إخواني اللي كطالب بإلغاء امتحان المحاماة بعد خرقه كما كتبوا للقرار الوصفي للامتحانات، فيما أن فضل البعض أن يكتب هرحل وهبي. إذا إخواني كنتمنى إن شاء الله أننا نبقاو ديما أن هذه المهنة مهنة المتاعب، مهنة الشرفاء، مهنة الصوت اللي لا صوت له. تنتمناو إخواني أن باش تكون الصرامة، وخاصة فهذا القطاع إنه قطاع المحاماة يا سادة. تحية أخوكم حميد العقاوي من بعد قناة شوف تيفي، وهذه المرة قدام البرلمان المغربي. اذا المتتبع الكريم، هذه الاجواء قدام البرلمان المغربي كما قلنا بان مجموعه ديال الطلبه من بعد ما دوزوا الامتحان ديال المحاماه انهم تفاجؤوا بمجموعه ديال الاسماء اللي تنتمي لبعض العائلات المعروفه هنا في البلاد، الشيء اللي خلاهم انهم باش يشككوا في الطريقه ديال باش دازت الامتحانات ديال المحاماه. تابعونا على قناة شوف تيفي اللي غادي دير تقرير وموجز إخواني فيه تصاريح ديال الآباء وديال بعض الطلبة وحتى الطالبات اللي كيقول لك هذا حيف وإقصاء، وخاصة بعد الخروج المفاجئ ديال الخرجة الإعلامية ديال مع ديال الوزير الوزير الوهبي وزير العدل، فغادي نحاولوا نشوفوا التعقيب ديال الطلبه في هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي عرفوها مباشره بعد خروجه الاعلامي. كان معكم اخوكم حميد العقاوي من بعد قناه شوف تيفي، وهذه المره من قدام البرلمان. العاجل والفوري صاحب الجلالة.